طبعا تحت شعار ملاعبنا كتير وأبطالنا أكتر وفي كل مكان. اتكلمنا كتير وقلنا إن مصر بتخوض تحدي دلوقتي كبير جدا من خلال استضافة وتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وهنتكلم تاني وتالت ورابع ومعلش استحملونا في ظل الظروف الصعبة اللي بيعاني منها العالم كله، وفترة صعبة. بقول فترة صعبة ليه؟ لأن مع كورونا كل يوم في جديد، انت مش عارف بكره في ايه، لا قدر الله ممكن يبقى فيه اصابات، ممكن يبقى فيه ظروف مختلفه، وده تحدي كبير طبعا مصر بتاخده وبتخوضه. تاجيل بطولات عالميه بسبب كورونا وفيروس كورونا وانتشاره في كل دول العالم. قلنا ان مصر قررت تبهر العالم كله وتقدم تجربه ونموذج نقول من خلاله ان مصر دوله كبيره جدا ودوله عريقه ليها حاضر عظيم حاليا ومميز، زي ما كان ليها ماضي مليان طبعا بنجاحات وانجازات. نقول كمان ان المستقبل باذن الله بتاعنا وبكره هيكون افضل اكيد بسواعد شباب مصر وبتكاتفنا كلنا مع بعض. التحدي صعب، طبعا صعب، ومفيش انجاز بيحصل بسهوله، وعمر ما كان الطريق للنجاح مفروش بالورود، مفيش طريق سهل، الطريق دايما بيبقى صعب، وعشان تقدر تحقق الهدف لازم تتعب، يعني انت لازم تتعب وتتغلب على كل العقبات اللي هتقابلك، وده طبيعي ولازم تكون متوقعه، يعني لازم تبقى عارف كويس جدا ان الطريق صعب ومحتاج رجاله، يعني محتاج رجاله قلبها ميت وقلبها من حديد. ومن هنا لازم اوجه كلامي في الحقيقه للمنتخب واللاعبين، واقول لهم ان كلنا عارفين ومحدش قال ان البطوله او الوصول لادوار متقدمه هتكون سهله أو هيكون أمر سهل ويتحقق بسهولة من غير تعب ولا مجهود. مين كمان قال إن الماتشات اللي احنا هنلعبها هتكون زي ماتش تشيلي أو أول ماتش لعبناه ومقدونيا؟ في الحقيقة دي طبعا كان من ضمن الدور التمهيدي. أنا على المستوى الشخصي اعتبرتها من ضمن الاستعداد للبطولة، يعني ماتشات ودية هي طبعا طابع رسمي، ولكن كنت شايفاها من ضمن الماتشات الودية. دايما بنسمع إن البطل لازم يكسب ولازم ياخد كل المباريات ويتغلب على كل المباريات والفرق اللي هيقابلها. البطل ما عندوش فريق سهل وفريق صعب، لا، عنده كله زي بعض، كله بياخد نفس الاهتمام، ده امر طبيعي جدا. هتقابلنا عقبات كتير، طبيعي هيقابلنا عقبات كتير بره الملعب جوه الملعب، كلنا تابعنا الصعوبات اللي قابلت المنتخب قبل انطلاق البطوله بسبب كورونا وتغيير